في لبنان المنسية جدا، وهو كنيسة نبحة البروتو بيزنطية. البروتو بيزنطية هي سنة 641 لما الامبراطور هرقل غير بالدولة البيزنطية وحط قصص جديدة، تغيرت كمان طريقة البناء وطريقة الهندسة حتى في الكنائس. بنلاحظ انه بهذه الكنيسة اللي هي الوحيدة بالعالم من هذه الفترة التأثير الأموي في الفسيفساء اللي بتغطي الأرضية تاعيتها. كل الكنائس البيزنطية كانت مميزة بالفسيفساء بتغطي أرضيتها. ميزة هذه الكنيسة انه التأثير الأموي مبين انه كلها رموز وكتابات يونانية وتخلو تماما من الصور والرسومات، وبالتالي هذه الكنيسة هي الأثر الوحيد الباقي من هذه الفترة. كمان بنلاحظ ظهور الكنيسة اللي مكونة من ثلاث أجزاء، الجزء المركزي يحده من الجانبين.